السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعجيزا لنعرفكم على هذا القرية السياحية العائلية أو مركز عائلي في منطقة الكنار، إذن يعني منطقة ساحلية، و يعني الذي تم افتتاحها بهذه يعني هذه السنة. وبالمناسبة نترحم على الضحايا يعني الحرائق الأخيرة هذه، ونطلب من الله عز وجل أن يكون يعني هذه الحرائق بردا وسلاما على العائلات، وإن شاء الله يعوضهم الله سبحانه وتعالى أفضل مما ضاع لهم من أقاربهم ومن حاجياتهم وحاجاتهم. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.